الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وإحنا تحدثنا في قضية الموالاة في سبع دروس فصلنا فيها هذه المسألة. لكن في ناس بتوسعوا في قضية هذه إلا أن تتقوا منهم تقاة. منشوف إذن عبر التاريخ ظهرت فرق سموها بالدرجة الأولى الفرق الباطنية. طبعا ليش سميت فرق؟ وعلى فكرة عبر التاريخ كله وإلى يومنا هذا ما تنغروش وما تظنوش إنه فيش في فرق باطنية وأشخاص باطنيين وموجودين عبر التاريخ كله. الآن إيش الفرق الباطنية هاي؟ ليش سميت باطنية؟ لأمرين تقريبا. الأمر الأول لأنها تبطن خلاف ما تظهر، وكانوا شديدي التكتم، ولما بدهم يختاروا شخص شوي 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 عبين ما يطمئنوا عليه، بعدين بيبدأ يطمئنوا إله، بعدين بيبدوا يقولوا شبهات وشبهات من هون شبهات. وعلى فكرة الشبهات هاي طريقة إيش؟ إلقاء الشبهات. هذه الطريقة لاصطياد الناس، بتلقي شبهة بعدين لما تشوفوا تزعزع هيك، تشوفوا تزعزع هيك وبدت الشبهات تأخذ بتعطيه كمان كمان كمان، بعدين بتقوله تعال يا حبيبي خلينا نفهمك يعني شو إحنا وإنت افهموا. ولذلك كثير من الناس اللي بيكتبوا في الشبهات او حتى بيروجوها في الانترنت او حتى في الاعلام الصور مختلفة، هذه الشبهات كلها هي طريق لمعرفة الناس، الصيد الثمين هذا، مين هذا اللي ممكن تهزه الشبهات ومين من اللي ممكن يأخذ ويعطي ومين سهل تشككه، بعدين بصير ترتقي فيه ولا تنزل، قصدي تنزل فيه عبين ما تتأكد انه بتقول له تعال نتفهم احنا شو هذا المسلمين هذا الدين هذا بعدد الزوجات هذا بعدين في الاخير تمام. وهم طبعا بيعددوا ايش الحليلات فهون المهم مش الزوجات، يعني دائما اللي بيستنكروا على فكرة تعدد الزوجات بيعددوا ايش في امور ثانية وطبعا وين تعدد الزوجات هو في بلادنا، وهي اصلا اذا 50% رجال 50% نسوان اذا معنات ظاهرة التعدد اصلا ستبقى هامشية في المجتمعات 50% 50%. هذا حتى كل واحد يكون عنده تنتين لازم يكون 66% واعشار نسوان و 33 واعشار رجال حتى كل واحد تنين، فهو اصلا بظل هذا لكن قديش في زنا غاد عندهم مثلا او هنا بشكل ما هذا كلام مفضوح اصبح. طيب الفرق الباطنية هاي كانت شديدة التكتم، تظهر لك بمظهر ومن داخلها ايش فلسفات منحرفة وعداء، واذا حصلوا انهم سيطروا بالقوة السلاح بقتلوا الناس. وتدرس التاريخ تجد هذه الفرق الباطنية يعني لما بتتمكن بتكشر عن انيابها وتقتل المسلمين. هذا درس في التاريخ ادرسوه. طيب هذه الفرق الباطنية إذن سميت باطنية لأنها أولا تستبطن إشي وتظهر إشي، وهي الخطورة، هاي الخطورة. الكافر بقول لك أنا كافر، صهيوني بقول لك أنا صهيوني، فهمتك؟ واضح. هيو أما بتجوز بنتك وهو كافر، فهموها؟ وخاشش فيك هيك بالطريقة هاي. طيب ولا هو كمان رئيس الدولة كمان الى اخره. فالان هذه الفرق اذا لانها كانت تبطن. اثنين برضو فلسفاتهم انه كيف بدهم يعبثوا في النصوص الشرعية، ما هم بدهم يظلهم مخبيين، هم بدهم يظلهم مخبيين، شو بيستفيدوا؟ كيف بدهم يدخلوا للناس في عقائدها؟ بيبدأ يقول لك يا عم الدين، النص الديني له ظاهر وله باطن، هو بيعترف بالنص الديني ويقدس النص الديني، يقدس القرآن، يقدس الحديث. طيب لا في ناس اليوم ما برضوش في الحديث، صاروا يعني يظهروا احسن، يعني ارجع هذول بنكشفهم احسن، هذول اللي بيقول لك يعني بدناش حديث خلا ممتاز، هيك يعني بينت نصك بيان نصه تمام. ولكن الخطورة لا، بقول لك القرآن وسنة. طيب كيف نفهم القرآن والسنة؟
يعني نظل نفهم بالطريقة التقليدية وكذا لأخير يا أخي. والقرآن له ظاهر وباطن، يعني زي قشرة ولب، وأنو الأساس على فكرة اللب، أنتم بتتعاملوا مع القشرة، والله شيء جميل هذا، احنا بنتعامل مع القشرة، هذول بدو يدخلونا في اللب، طب ممتاز، وليش ما ندخل في اللب وباطن المعاني؟ طيب هذه باطن المعاني، المعاني الباطنية هاي، طيب في عليها دليل؟ يعني ما هو برضو انت اذا في معاني باطنية معناته بدك تقدم لي دليل. لا، بقول لك لا، هذه بيعرفوها اهلها. يعني في اهل للمعاني الباطنية بدون دليل. مثل مين يعني؟ مثل الامام المعصوم. ايش؟ في امام معصوم كمان؟ في امام معصوم؟ هذا هو شو بقول دين؟ يعني هالامام المعصوم برضو بنقدرش نناقشه. طب هذاك النبي مناقشه شو فهمنا؟ وهم اليوم بناقشوا النبي. النبي ومناقشه شو فهمنا؟ كمان في امام معصوم. ومين كمان يا ابوي؟ عند بعض الفرق هذا الشيخ الواصل اللي وصل بالمجاهدات وصل وانكشف له كل شيء. طيب بقول معاني، طيب بقول هالمعاني، هالمعاني لها دليل في الظاهر ولا لا؟ ملهاش، بس بناخذها منه لانه هذا واصل. شفتوا؟ هذا من هون برضو باطنية سميت، بيزعموا انه في ظاهر وباطن. طيب انا بفهم ظاهر له دليل بتعطيني، باطن له دليل بنقبل برضو اذا في باطن له دليل. اما بقول لك لا، في هذا اله اهله، اله اهله مشان يقودونا وين ما بدهم، يعني هذول اهله. فصاروا يخترعوا الامام المعصوم من الفرق الباطنية.